في وقت لا يزال البعض يعتبر التطبيع مع العدو الصهيوني مسألة فيها وجهة نظر، اعتبرها البطل اللبناني يوسف عبود واتحاد التاي بوكسينج قضية وطنية، حارما نفسه من فرصة الظفر بلقب بطولة العالم في المواي بوران. فالبطل عبود لاعب نادي شوغن بيروت، والذي بدأ مسيرته بسن 8 وتتلمذ على يد الجرون ماستر سامي إبليوي، رفض خوض المباراة النهائية لبطولة العالم في المواي بوران التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك، لأن خصمه بكل بساطة إسرائيلي. البطل عبود خص قناة الجديد بهذا التصريح. طبعا أنا حضرت ودربت منيح لأطلع وجيب ذهبية مثل ما جبتها قبل بمرة وعملت أول. هالسنة ما حالفني الحظ اطلع اني اعمل اول، بس الي الشرف انه ما اطلع اتواجه معه. انا كنت عامل ذهبية قبل بمرة، هلا بعمل فضية وعم بوقف هون. ما كان عندي مشكل لو عملت اقل من هيك، اقل من الفضية، بس ما اتواجه معه، ما ينحط علم بلدي مع العلم الكيان اللي ضدنا هو، وهذا الشيء اكيد ما بيشرفني. وانا هيدا عندي اياه اغلى الميدالية الذهبية. لو ما بدي وقف واتوج، أنا بنظري وبنظر أكيد كل العالم والعرب ما أنا اتوجت بالذهبية. عبود ابن 23، والذي سبق له الفوز بعدة ألقاب محلية وعربية ودولية، تغلب على البطل الفرنسي من أصل سنغالي مامادو سي في المباراة نصف النهائية لمنافسات وزن 75 كيلوغراما. ومنعا للتطبيع الرياضي مع العدو، لم يكتفي البطل عبود برفض خوض المباراة النهائية وحسب، بل رفض أيضا تسلم الميدالية الفضية على منصة التتويج، مفضلا استلامها خلف الكواليس. البطل اللبناني كان مرشحا للفوز ببطولة العالم مرة جديدة لأن مستواه أفضل من اللاعب الإسرائيلي وقادر على سحقه، لكنه فضل أن يحمل على صدره الميدالية الفضية بالإضافة إلى أغلى وسام الميدالية الوطنية.